أخبار الأيام التين واحد وتشدد تلمين ابن داود على المملكة بتاعته وكان الرب إله معاه وعظمه جدا وكلم تلمين كل إسرائيل رؤسة الألوف والميات والأضاة وكل رئيس في كل إسرائيل رؤسة الأبهات فراح تلمين وكل الجماعة معاه للمكان العالي اللي في جبعون لأن خيمة الاجتماع كانت هناك خيمة الله اللي عملها موسى عبد الرب في الصحراء وأما تابوت الله فطلعوا داود من قرية عليم لما جهز له داود لأنه نصب له خيمة في أورشليم ومذبح النحاس اللي عمله بصلائيل ابن أوري ابن حور حطه قدام مسكن الرب وطلب من عنده سليمان والجماعة وطلع سليمان هناك لمذبح النحاس قدام الرب اللي كان في خيمة الاجتماع وطلع عليه ألف محرقة. في الليلة دي ظهر الله لسليمان وقال له اسأل أديك إيه؟ فقال سليمان لله انت عملت مع داود ابوي رحمة عظيمة وملكتني مكانه فدلوقتي يا رب الاله يثبت كلامك مع داود ابوي لانك ملكتني على شعب كتير زي تراب الارض فاديني دلوقتي حكمة ومعرفة عشان اخرج قدام الشعب ده وادخل لانه مين يقدر انه يحكم على شعبك العظيم ده. فقال الله لسليمان عشان خاطر ان ده كان في قلبك وما طلبتش غنى ولا فلوس ولا كرامة ولا نفوس اللي بيكرهوك ولا طلبت ايام كتيرة لكن طلبت لنفسك حكمة ومعرفة تحكم بيهم على شعبي اللي ملكتك عليه اديتك حكمة ومعرفة واديك غنى وفلوس وكرامة ما كانش زيها للملوك اللي قبلك وما يكونش زيها للي بعدك. فجه سليمان من المكان العالي اللي بجبعون لأورشليم من قدام خيمة الاجتماع وملك على إسرائيل وجمع سليمان مركبات وفرسان فكان عنده 1400 مركبة و12 ألف فارس فخلاها في مدن المركبات ومع الملك في أورشليم وخلى الملك الفضة والذهب في أورشليم زي الحجارة وخلى الأرض زي الجميز اللي في السهل من كترة وكانت الخيول بتاعة سليمان بتخرج من مصر وجماعة تجار الملك أخذوا اللي جابوه بتمن فطلعوا وخرجوا من مصر المركبة 600 شاق الفضة حوالي 7 كيلوغرام والفرس ب 150 حوالي 2 كيلو وبالشكل ده لكل ملوك الحسيين وملوك أرام بإيديهم يخرجوها.